الخامسة ونصف من قسم الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. نقص الإمكانيات المادية والبشرية، صعوبات تعيق عمل بلدية دي مرشد بسليان المحدثة مؤخرا وتؤثر سلبا على الوضع التنموي بالجهة. شاطئ صلقت قبلة المصطفين من كل مكان في رحلة يوس للاستمتاع بسحر البحر وهدوء المدينة وثرائها بالمعالم الأثرية. جربة تستضيف لأول مرة البطولة الوطنية للإنقاذ المائي والغوص، رياضة تروج للوجهة السياحية التونسية وتحتاج إلى مزيد من الدعم. مرحبا مجددا. الانطلاقة في نشرة اليوم من ولاية سليانة وتحديدا من بلدية سيدي مرشد المحدثة مؤخرا، والتي تواجه عديد الصعوبات على غرار نقص الإمكانيات المادية والبشرية، صعوبات تعيق العمل البلدي بهذا المرفق الحيوي ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الوضع التنموي بالجهة. بلدية سيدي مرشد بولاية سليانة إحدى البلديات المحدثة التي تعيش عديد صعوبات جراء نقص الإمكانيات البشرية والمادية، صعوبات قد تشكل عائقا أمام انطلاقة طيبة لعمل هذه البلدية. إمكانيات محدودة في بلدية محدثة، نقولوا يمكن بانعدام امكانيات بشريه صعب درجه اولى، برشا حاجات طالبين ونحن الميزانيه ما فما، ما عندناش حتى باش نخلصوا اللي ربط شبكة الإعلامية اللي كاميرا اللي عاملينها وتنقصنا الموظفين. نهبطوا سليانة باش نهزوا خدمة المراقب المصاريف، ولا نمشوا القابض، ولا نمشوا للسينير كما كنت تسمع فينا تو الإدارة الجهوية، ناخذوا النقل الريفي ونجيو في النقل الريفي بدوسياتنا بكلنا. تركيز هذه البلدية غذى طموحات أهالي الجهة في الارتقاء بالوضع التنموي من حيث البنية الأساسية وتحسين ظروف العيش، إلا أن إمكانيات البلدية قد لا تلبي هذه الطموحات. يمكن 40 مطلب كلهم التنوير العمومي كله ناقص ومحروق ولازم التجديد، وكل بالنسبة لبرشا مناطق ينقصها الماء الصالح للشراب، برشا مناطق ما عندهاش معناها الكهرباء في اللحوم نتاعهم. معاناة كبيرة في فك العزلة، في ربط مناطق البلدية اللي هي كما تعرفوا عمادات مترامية من السفينة لولاد الزناق للقابل سيدي مرشد لسيد حمادة، خمسة عمادات الحقيقة معناها شاسعة ياسر، مع إمكانيات مادية تكاد تكون منعدمة. ضعف في الإمكانيات وارتفاع في سقف مطالب السكان واحتياجاتهم، معادلة صعبة تواجهها بلدية سيدي مرشد المحدثة مؤخرا. صورة مؤسفة عن وضع عدد من الأطفال في علاقة بتشغيلهم تأتينا من ولاية القيروان، حالات أقل ما يقال عنها جريمة في حق الطفل. ماذا عن دور العائلة في الحماية والجانب القانوني للردع؟ تساؤلات نتابع أجوبتها في التغطية التالية. درجات الحرارة في القيروان تسجل أعلى مستوياتها، لكن ذلك لم يمنع هؤلاء الأطفال من قطع مسافات طويلة جدا طوال النهار لبيع المناديل الورقية وجني بعض المال. كل يوم نخدمه في مشوار. وقت اشتروحوا؟ راحوا في الجيل مع الأربعة ولا مع الثلاثة راحوا، وبعدك زادة نرجع في العشية راحوا في الليل. مشوحي ما كل مرة عندها تقريب عين، عندي عين نخدم في مشوار على أخواتي ونجم حاجة كتبتي ودواتي باش نقرأ. مندوب حماية الطفولة اعتبر أن القوانين في تونس لا تتماشى وحجم الجرم المرتكب في استغلال الأطفال اقتصاديا، كما تحدث عن مئات الحالات تم تسجيلها خلال السنة الجارية. ونحن اللي مشنا قاعدين نراو في عقوبات وفي نصوص في حجم هالاستغلال هذا. شخصيا نرى أنه الاستغلال الاقتصادي خطورته كيف الاستغلال الجنسي، كيف العنف، كيف تعريض لأي طفل لأي شكل من الاستغلال الجسدي أو البدني أو غيره، دونك نورمالمون تكون فما عقوبة بروبورسيونيل مطابقة لحجم الفعلة هذيك. ويؤكد مندوب حماية الطفولة أن أغلب حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال سببها الأولية.
رحلة الشتاء والصيف والليالي يوس بمدينة صلقطة بولاية المهدية هي واحدة من أبرز مميزات موسم الاصطياف بهذه المدينة الساحلية التي يطيب فيها السهر والاستمتاع بروعة مياه البحر وسحر المكان وهدوئه. وجهة لطالما كان المصطفين الذين يختارونها علاقة خاصة يروي الزمن تفاصيلها. هي شواطئ صلقطة الممتدة على 14 كيلومترا، وهي أجواء الاصطياف في مثل هذه الفترة من كل سنة، حيث تبدأ رحلة أوسو أو هي رحلة الشتاء والصيف، وهي الرحول أيضا بلغة أهل البلد. يوم 70 عام نعرف هكاك صلقتها، ناس ترحل في الشتاء وفي الصيف ربي ترحل وفي الشتاء تروح وقت الزيتون وقت كل شيء. وكانت الظروف قبل المشكتة قبل نرحلوا على كرارت نجيو في ليلة أوسو هذه باتوا هنا مساكن الناس على حصر وكل شيء. احنا صغيرات تحت الكريته ورا الكريته تلقانا ندرشوا فرحانين ليلة كاينه من دلول ماشيين. نحضروا في قطر الشتاف، نحضروا الكتشي، نحضروا المحمص، نحضروا كل شيء، طماطم الفدان، فلفل الفدان، كل شيء من البحر، حتى من الوزف، حتى من القرنيت، من خيرات ربي. أغلبية مواطني قصر الشتاف عندهم جنة نتاع الكروم ونتاع العنب، تو مثال وصلت معناها بعض الشقق في صلقطة توصل حتى ل 150 الليلة. نسميها رحول احنا، نكونوا فك مسكرين فك الشتاء، واحد في الديار مسكرين وكذا يجيو لهنا بحر وجو وشيخات ولعل سحر البحر وثراء المشهد الطبيعي والتاريخي لصلقطة جعلها قبلة المصطفين من كل مكان بحثا عن الهدوء والسكينة والأجواء العائلية التي تكاد تكون استثناء هنا. يافا يجيو كلهم يجيو لهنا على خاطر ما يلقوا الهدوء يلقوا راحتهم وحاجة طبيعية. كاو عربي وكويس تاي عربي برسك تو الثاني عام ولا ثالث عام نجيو، عجبتنا برشا وأهلها برشا طيبين ياسر. البحر امبيكابل معناتها الحب ممتاز جدا. بقى صلقطة هادية، بحر نظيف، مليها بهين طيبين. مدينة عرفت أوج ازدهارها في القرن الثالث والرابع ميلادي، ونحن الآن تقريبا في الجزء الذي يمثل القلب النابض لمدينة تلك الفترة، حيث توجد هذه الآثار تمثل إحدى معامل تصبير الأسماك. جزء منها يقع تصديره إلى روما. يمكن دونك في جهة المهدية صياغة مسلك سياحي يعتمد على السياحة الثقافية على الآثار. هكذا هي أمسياتهم ومسامراتهم في ليالي أوسو بصلقطة، حيث يرتحلون شوقا لإحياء هذه الأجواء في إجازة ربما من مشاغل الحياة ولو لبضع ساعات، وبين رحلة الأمس واليوم حكايات لا تنسى. إلى مدينة الحناء جابس في مواكبة لانطلاق فعاليات ما يعرف بشيخ المهرجانات أو مهرجان أوسو الذي وكبته جماهير غفيرة للاحتفال والاستمتاع بمختلف فقرات المهرجان. هو حكاية تاريخ تروي العادات والتقاليد للجهة في فسيفساء يمزج بين الحاضر والماضي. تحت شعار الصيف يحلى في جابس انطلقت فعاليات مهرجان أوسو، فقرة تنشيطية متنوعة أثثت الأمسية الافتتاحية للمهرجان التي تزامنت مع الاحتفال بعيد الجمهورية. مهرجان هذا يترسخ في الذاكرة الشعبية نتاع أهالي جابس، هذا من عام 1924 يقام مهرجان أوسو، كان يقام نهار 14 جويلية من كل سنة وقت كانت تونس مستعمرة. الحبيب بورقيبة سنة 58 أعلن المهرجان هذا في كامل ولايات الجمهورية، هذا يترسخ في الذاكرة الشعبية، هذا شيخ المهرجانات. فرحة كبيرة ويحتفلوا به الجوابسية من قديم الزمان، وخاصة لعبة العود، يعني معروفة بلعبة العود، وتعرف في فترة بالرحلة الفلايك خرجت الفلايك وتعرف بعيد البحر ورجع من جديد أوسو. خرجنا للشواطئ الأخرى المطوية غنوشة والزارات اللي فعلا نطمح السنة القادمة أن يكون مهرجان متوسط. الاحتفال بأوسو من تقاليد أهالي جابس الذين تربطهم بالبحر صلة متينة. عاداتنا وتقاليدنا من اللي
من ماتنا وجدودنا. كي نرجعوا لتاريخيه اوسو اللي هي كلمه امازيغيه اوسو هي كي نرجعوا لها الرمزيه نتاعها هي بدايه الامازيغ يتعاملوا مع البحر هم بدايتهم في نهار 25 جويليه بالضبط هي انتهاء الموسم الفلاحي وبدايه العلاقه مع البحر ونحبوا نبينوا اليوم زاد كون الجوبسية عندهم علاقه كبيره ياسر بالبحر. اجواء كبيره اليوم كل عام احنا نجوا الاجواء هذه نحبها ياسر كل عام جيبوا الصغار ونتفرهدوا وكل. مهرجان اوسو بجابس تنظم جمعية ذاكرة الأيام بالتعاون مع مندوبية الشؤون الثقافية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ويشمل مختلف المدن الساحلية بالجهة. من قابس إلى سوسة ونبقى دائما مع مهرجان أوسو في دورته 59 التي تزامنت مع عيد الجمهورية موعد سنوي يحتضنه شاطئ أبو جعفر. وكان الإعلان عن انطلاقة هذه المرة من خلال عرض احتفالي حضره أكثر ما يفوق عن 1000 شخص بين مواطنين تونسيين وسياح من عدة دول. آلاف من المواطنين تجمعوا أمس على امتداد شاطئ أبو جعفر لمتابعة عرض إطلاق الشماريخ في إطار اليوم الأول من مهرجان أوسو واحتفالا بعيد الجمهورية. أوسو أثناء دورته 59 البرنامج متاعو ثري وشعارنا السناء متاع أوسو تونس المحبة تونس الفرحة لا للكراهية. تلألأت سماء سوسة وعانقت الأضواء والألوان أمواج البحر في حفل إطلاق الشماريخ الذي امتد لأكثر من 20 دقيقة للتعبير عن الفرحة والمحبة. الشماريخ هذه هي باش تعبر على التام يعني على الموضوع متاع المهرجان اللي هو المحبة الفرحة للكراهية يعني باش تلقاو دي تابلو فلوري دي تابلو معناتها ملتي كولور تسلسل متاع الشماريخ هذه باش تبدا تتفاقم بشوية بشوية حتى تعطي بهجة أكثر تعطي ضوء أكثر وتعطي دي كولور أكثر يعني للمتشاهدين للمتفرجين. آلاف المواطنين والسياح استمتعوا بالعرض وكانت انطباعاتهم عفوية للتعبير عن الفرحة والمحبة. جو ملا جو يعني نحس بلاد تونس تحتفل بعيد الجمهورية أنها ما زالت الحرية في بلادها أنه ما زالها تعيش بسلام وفرحانين أنه كاين جو ياسر مع توانسة وتزيرية والحمد لله. كل عام نجي نحضر المهرجان نحضر الشماريخ ونحضر الكرنفال وان شاء الله ربي يعيدوا علينا كل عام بخير. ان شاء الله ديما محتفلين في الخير وان شاء الله ربي يبقى علينا ستر في تونس ان شاء الله. رب ان شاء الله ديما حافله سوسه. اللهم صل على النبي. سوسه لاباس تونس لاباس. مهرجان اوسو بدا بعرض الشماريخ امس ليتواصل اليوم بكارنفال اوسو في دورته 59. وفي صفحتنا الثقافية نصافح جمهور مهرجان قفصة الدولي من خلال عرض الفنانة التونسية المتميزة أمينة فخت في سهرة عيد الجمهورية. بعد غياب لقرابة 10 سنوات تعود أمينة إلى جمهورها المتعطش لأغانيها بالمراوحة بين القديم والجديد فكان التفاعل بينهم كأجمل ما يكون. جماهير غفيرة تحولت إلى البرج الأثري بقفصة لمواكبة سهرة الحدث لبنت قفصة المتميزة أمينة فخت بعد 10 سنوات من الغياب عن جمهور عاشق لصوتها ولإحساسها المرهف في الأداء ضمن دورة 39 لمهرجان قفصة الدولي. أمينة 10 سنوات من الغياب الجمهور متعطش الأمينة ونعرفوا أمينة القوة نتاعها على المسرح شنو نجم تعمل. معنا بها في كارتاج عملت جو وبلوس نحبوها وبنت بلادنا وجاي باش نعملوا جو. هذا معناها فرحة في قفصة أمينة أخيرا معناها دو روتور كما تشوفوا معناها الجمهور متلهف لرؤية أمينة في استقبالها. مغاير لثنائي محمد الأسود قائد الفرقة الوطنية للموسيقى وأمينة فخت التي غنت ورقصت وعبرت عن اشتياقها وحنينها إلى جمهورها بعد سنوات من الغياب لتلهب بصوتها مدارج البرج الأثري بقفصة لجمهور تخمر بما قدمته من أطباق موسيقية. حفلة اليوم سبيسيال برشا حفلة اليوم عندها نكهة خاصة أمينة في حومتها قدام ناسها ديجا حكيت برشا حاجات على الصغر حكيت برشا حاجات على قفصة على حبها الكبير القفصة. أنا كذلك عندي الوالد والوالدة
من قفصة تحديدا من الكتار. ثم سانس ثم سنساسيون خاصة، ثم إحساس خاص. حفلة تحكونا برشا، أمينة توحشناها برشا، جينا نحبوا نترجو حفلة منظمة وتحكونا برشا. حفلة كالعادة اللي مانيسي كما هي تقول، مصلي على النبي بنت قفصة وما ويش الجيد عليها، مصلي على النبي سهرية طيارة على الأخر. والله سهرة حلوة برشا، أمينة فاخت بعد 10 سنين ترجع القفصة، يعني سهرة كبيرة وكانت تفعل كبير من الجمهور، من عندها خلايا جديدة، عندها أغاني عودتها للجمهور بتاعنا، سهرة رايقة في الصيفية بتاع قفصة. عرض الفنانة أمينة فاخت من العروض التي راهنت على نجاحها إدارة مهرجان قفصة الدولي تنظيميا وجماهيريا لدورة متميزة عن سابقاتها، تتواصل عروضها إلى غاية 10 من أوت القادم. من الفن إلى الرياضة، وفي زيارة إلى جزيرة جربة مع فعاليات البطولة الوطنية الأولى للإنقاذ المائي والرياضي التي دارت بها مؤخرا، دورة عرفت مشاركة واسعة لعدد من الأندية الرياضية في هذا الاختصاص الذي يحصد اليوم تتويجات دولية، ويبقى الأمل في أن تجد هذه الرياضة حظها وطنيا والدعم المطلوب. على شاطئ أغير بجزيرة جربة انتظمت فعاليات البطولة الوطنية الأولى للإنقاذ المائي والرياضية للمرة الأولى بالجزيرة بمشاركة عدد من النوادي من مختلف جهات الجمهورية، نظمتها الجامعة التونسية للأنشطة الغوص والإنقاذ بحضور عدد من أبطال تونس. البطولة فيها عدة نوادي جايين من بنزرت حتى الجربة، تقريبا 9 إلى 10 نوادي، عدد المشاركين يفوت 70، وإحنا شاركنا في عدة بطولات وعندنا ميداليات عالمية، خاصة في ألعاب البحر المتوسط الشاطئية في بيسكارا جبنا 7 ميداليات من ضمن 12 جابتهم تونس. اليوم نحن نتمنوا أنه يعملوا أرقام، معناه يطيحوا أرقام قياسية في تونس، خاطر هذية ساعات نخرج نشاركوا نحن في مسابقات دولية. ديجا كانوا عنا جماعة شاركوا في كاس العالم في بلغراد الأسبوع الفارط، دونك ماذا بينا كل مرة نعملوا مسابقات في تونس باش نطوروا باش نحسنوا. ومع ما حققته هذه الرياضة من نتائج دوليا، تظل بحسب متعاطيها بحاجة إلى الدعم المادي وتوفير الإمكانات الضرورية، لا سيما للنوادي الناشطة داخل الجمهورية. الرياضة دي مش معروفة في تونس، في تونس برشا وفيها برشا أبطال بالرسم لازم يتلاقوا بهم، ما نعرفش علاش ما خذوش حظهم في تونس، أما إن شاء الله يعني في قولهم ويتلاقوا بهم أكثر. سبور بالنسبة لتونس صغير ياسر، فيدراسيون صغيرة تخدم على روحها، مي ناقصين برشا، عدد صغير في ليكيب ناسيونال وفي الإلهيين وكل شيء. يعني صحيح نومبر صغير، ما عندنا دي كاباسيتي اللي نجموا نوصلوا بها للانترناسيونال الحمد لله. للأسف مازال مش لاقي حظها بالكدا في الجنوب، في الشمال ما شاء الله توا عندنا 7 جمعيات جايين من الشمال، ولكن الجمعية اليتيمة الوحيدة اللي مشاركة من جربة. هي واحدة من الرياضات التي تشق خطواتها الأولى في تونس. تبقى مع ذلك أيضا نشاطا رياضيا بالأساس، لكنه يحمل إمكانات الترويج للوجهة السياحية التونسية. بقية الأخبار مشاهدينا تتابعونها ضمن نشرة 8، ونذكركم بأبرز العناوين. نقص الإمكانيات المادية والبشرية، صعوبات تعيق عمل بلدية سيدي مرشد المحدثة مؤخرا بسليانة وتؤثر سلبا على الوضع التنموي بالجهة. شاطئ سلقت قبلة المصطفين من كل مكان في رحلة ياوس للاستمتاع بسحر البحر وهدوء المدينة وثرائها بالمعالم الأثرية. جربة تستضيف لأول مرة البطولة الوطنية للإنقاذ المائي والغوص، رياضة تروج للوجهة السياحية التونسية وتحتاج إلى مزيد من الدعم. هذا ونشير مشاهدينا إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسية تيفي. نقطتين، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.